السلام عليكم طلاب، نكمل وياكم محاضرات الرياضيات. محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان Differential Equation. المعادلات التفاضلية عادة هي أي معادلة تحتوي على متغير X أو Y أو مشتقتهما تعتبر أو تسمى معادلة تفاضلية. يوجد نوعين من المعادلات التفاضلية: معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى اللي هي First Order Differential Equation، و Second Order اللي هي معادلة ثانية أو الدرجة الثانية من المعادلات التفاضلية. رح نبدأ وياكم بالفيرست اوردر ديفرنشال اكويجين. تسمى بالفيرست اوردر ديفرنشال اكويجين لان مثل ما تلاحظون هي الاساس مالتها او القوى مرفوعة الى واحد، اي انها مشتقة من الدرجة الاولى. يوجد عدة طرق لحل الفيرست اوردر ديفرنشال اكويجين. الطريقة الاولى اللي هي يسموها سيبريشن ميثود او فصل المتغيرات، يعني معادلة قابلة للفصل، كل طرف بجهة او كل متغير بجهة ينفصل، يعني الاكس بجهة والواي بجهة، يعني معامل دي اكس هو حيمثل لي اي الاكس ومعامل دي واي هو يمثل لي البي الواي او اي متغير اللي هو حتكون ثابتة. ناخذ مثال حتى نفتهم العملية. solve دي واي على دي اكس يساوينا تحت الجذر اكس تربيع زائد واحد ناقص اكس تربيع واي ناقص واي. هنا هذا الطرف نقدر نبسط اكثر، يعني حطلع الاكس تربيع من هاي المعادلة او الواي العفو اطلعها عامل مشترك، فحصير اكس تربيع زائد واحد ناقص واي افتح قوس اكس تربيع زائد واحد. بعدها حطلع الاكس تربيع زائد واحد عامل مشترك من الحدين، فحيصير عندي تحت الجذر اكس تربيع زائد واحد يبقى لي واحد ناقص واي. اذا انا حصل عندي هنا متغيرين، جذر اكس تربيع زائد واحد في جذر واحد ناقص واي، قدرت افصلهم. زين، اذا دي واي دي اكس يساوي تحت الجذر هذا الحد، انقل الدي اكس من هالجهه والجذر واحد ناقص واي لهالجهه، يعني صار انا فصلت الواي بجهه والاكس بجهه، فصار عندي دي واي على جذر واحد ناقص واي يساوي تحت الجذر اكس تربيع زائد واحد في دي الاكس. هنا انا راح اكامل الطرفين، هذا التكامل مباشرة دي واي على جذر واحد ناقص واي، فصار عندي التكامل بعد التكامل سالب اثنين في واحد ناقص واي اس نص. اما هذا الجزء او هذا البارت فهو خاص بمواضيع التكامل اخذتوها بالمرحلة الاولى، الطريقة اللي هي يسموها triangle substitution method. هنا حفرض الاكس يساوي تان ثيتا والمشتقة مال دي اكس حصير سيكن تربيع ثيتا دي للثيتا، فارجع من عوضها بالمعادلة حصل عن تحت التكامل تحت الجذر تان تربيع ثيتا زائد واحد في سيكن تربيع ثيتا دي للثيتا. اذا بعد ما عوضها حصل عندي تكامل سيكن تكعيب ثيتا دي للثيتا. هنا هاي يسموها الباور ترينجل فانكشن. فحتى حل هذا الجزء مجرد ابسط المعادلة الى هذا الحل اللي هو حيصير سيكن تربيع ثيتا تان ثيتا على اثنين زائد نصف تكامل سيكن ثيتا دي للثيتا. بعدها هذا الجزء اللي هو المعادلة النهائية اللي حصلناها راح اجي على هذا الجزء اللي هو واحد اللي هو كان واحد على كوساين ثيتا. هنا راح احل الطريقة راح احلها بتي فاكتور ميثود اللي هم ماخذيها بالمرحلة الاولى. هنا مجرد حعوض كل كوساين ثيتا واحد ناقص تي تربيع على واحد زائد تي تربيع، والدي ثيتا هي مشتقتها حصير 2 دي تي على 1 زائد تي تربيع. ارجع اعوضها هذول المتغيرين او هذول الاختصارين ارجع اعوضها بهذه المعادله وابسطها اكثر الى هاي المعادله. بالتالي 2 دي تي على 1 ناقص تي تربيع بعد ما اكاملها حصير عندي 2 تان سالب 1 تي زائد سي. هنا التي فرضتها هي تان ثيتا على 2، فارجع اشتق المعادله مرتله او العفو اكاملها وهذا ناتج التكامل الى ان احصل على المعادله النهائيه اللي انتم مطالبين بها. ننتقل الى طريقه اخرى اللي هي طريقه الهوموجينيوس ديفرنشال اكويجن اللي هي يسموها المعادلات التفاضليه المتجانسه. المعادله التفاضليه تكون متجانسه اذا توفر بها شرط واحد اللي هو اذا كان القانون نقدر نقوله جي تي اكس واي العفو تي للواي يساوي جي اكس الواي.
باعتبار ان التي هو كونستانت، او تكون معاملات اي وبي لها نفس الدرجة او نفس القوة، يعني الاكس والواي او هذه الصيغة مالتها دي واي على دي اكس، او ان اكس واي على اكس تربيع زائد واي تربيع. زين، حتى نفهم هذه المعادلة او نفهم طريقة الحل، ناخذ مثال دي واي على دي اكس يساوي ان اكس واي على اكس تربيع زائد واي تربيع. اذا عرفناها انه هي هوموجينيوس، يعني الاكس والواي لهم نفس الباور، نفس الباور يعني نفس الاس. فحتى نحل المعادلة التفاضلية بطريقة الهوموجينيوس، حنفرض انه واي يساوي لنا في للاكس، واجي اشتق الواي بالنسبة للاكس، حصل دي واي على دي اكس يساوي لنا في زائد اكس دي في على دي اكس. هذول المعادلتين اللي هي 2 و 3 ارجع اعوضها بمعادلة واحد، يعني بمكان الواي هعوض في اكس، وبمكان دي واي على دي اكس هعوض في زائد اكس دي في على دي اكس. هنا التعويض، ارجع ارتب المعادلة، هصير في زائد اكس دي في على دي اكس، اكس تربيع في على اكس تربيع زائد اكس تربيع في تربيع. طلعت من هذا الحد الاكس تربيع عامل مشترك واختصرته ويا الحد الفوق، بعدها حولت الفي الى هذا الطرف، صار عندي هالجهة اكس دي في على دي اكس او في على واحد زائد في تربيع ناقصا في، بعدها اكس دي في على دي اكس وحدت المقامات لهذا الجهة واختصرتها، الى ان حصلت على هذا الحد اللي هو سالب في تكعيب على واحد زائد في تربيع. هنا مجرد قلبت الطرفين، يعني اكس دي في على دي اكس صارت واحد على اكس دي اكس على دي في، والدي في حولت لهذه الجهة مع قلب هذا الطرف ايضا. اذا صار عندي تكامل دي اكس على اكس يساوي تحت تكامل واحد زائد في تربيع على سالب في تكعيب دي للفي. هنا الدي اكس على اكس تكامل مالتها هو لين اكس زائد سي، اكيد السي ما ننساه، عادة دائما السي نحطه ويا الاكس او ويا الحد البسيط يكون. فصار عندي لين اكس زائد سي يساوي لنا، هذا مجرد فصلته صار سالب واحد على في تكعيب زائد تكامل واحد على في دي للفي. ارجع لين اكس زائد سي، هذا تكامل مالته هو سالب واحد على اثنين في تربيع، وهذا تكامل مالته هو لين في. مجرد عندي الفي ان فرضية اصلية في يساوي لنا واي على اكس، او واي يساوي لنا في اكس، فمنها اطلع الفي يساوي لنا واي على اكس، ارجع اعوضها بالمعادلة النهائية مالتي حتى تحصل على الحل او السوليوشن النهائي. الطريقة الثالثة يسموها سيمي هوموجينيوس ميثود. هنا اذا حصلت معادلة او شفت المعادلة بهذه الصيغة فاعرف هي سيمي هوموجينيوس. حتى حل هذه المعادلة انا لازم احولها من سيمي هوموجينيوس الى هوموجينيوس، يعني حصل عندي بطريقتين. حتى احسب الديترمينيشن للمعادلة عندي حالتين، اذا حالة الاولى اللي هي الديترمينيشن ما يساوي صفر، يعني يساوي رقم ثابت كونستانت، فيكون حال كالآتي. ناخذ مثال حتى نفهم، solve dy على dx يساوي لنا x ناقص y زائد 1 على x زائد y ناقص 1، اللي هي حتمثل لي نفس هذه المعادلة، فأنا حعرف انه هي تمثل سيمي هوموجينيوس. بالبداية بالسيمي هوموجينيوس افرض فرضيتين، الفرضية الاولى اقول انه x حيساوي لنا x capital زائد h، والy يساوي لنا y capital زائد k، اللي هي هذه الفرضية الاولى. بعدين حتى اطلع determination اعزل الاكس والواي واحد، يعني اعزل هذا الحد اللي هو اكس ناقص واي على اكس زائد واي، فحتى هذا الحد كله اجي احسب determination مالته عن طريق المصفوفة، حصير عندي واحد بسالب واحد وواحد بواحد، طرفين في وسطين، طلع عندي determination يساوي لنا 2. بعدها اعوض بكل x ب h وكل y ب k بالمعادلة الاصلية مالتي اللي هذه، فيصير عندي h ناقص k زائد 1 على او هذا الحد الاول، والثاني h زائد k ناقص 1 يساوي صفر، اصفرهم. يعني ما اكتب المعادلة مرت اللخ بصيغة h و k، لا، اخذ البسط اكتبه كمعادلة واحدة واساوي بالصفر، واخذ المقام اكتبه كمعادلة واحدة واساوي الصفر، فصار عندي معادلتين احلها انيا حتطلع قيمة ال h وال k. من المعادلة هذه قيمة ال h تساوي صفر، ارجع اعوضها بوحدة من المعادلتين طلعت عندي ال k تساوي 1. اذا حرجع قيمة ال h وال k
بالفرضية الأصلية مالتي اللي فرضتها، أعوضها تطلع عندي الـ X يساوي إن X كابيتال والـ Y يساوي إن Y كابيتال زائد واحد. ذول القيمتين اللي حصلتهم الـ X small والـ Y small أرجع أعوضها بالمعادلة الأصلية الموجودة بالسؤال، فصار عندي dy على dx يساوي إن X كابيتال ناقص Y زائد واحد زائد واحد على X كابيتال زائد Y زائد واحد ناقص واحد. منها راح أحصل على X ناقص Y على X زائد Y. مثل ما نلاحظ هنا الـ X والـ Y أو المتغيرات إلها نفس الأس، مرفوع عن نفس الأس، إذا عندي تحولت من سيمي هوموجينيوس إلى هوموجينيوس، وأرجع أحلها بنفس الطريقة القديمة اللي أفرض Y يساوي VX وأشتقها بالنسبة لـ X وأرجع أعوضها بالمعادلة. عندي هاي المعادلة أرجع أعوض بها الـ dy على dx وأرجع أعوض الـ y اللي هو يمثل لي v في x حتى أحل المعادلة. هنا تكملة الحل، أكمل تبسيط، أكامل الطرفين، طلع الـ x لين الـ x، ورا ما حصلت المعادلة النهائية اللي حتصير عندي معادلة بصيغة الـ x والـ y، أرجع أعوض الـ x small والـ y small بالفرضيات الأصلية بقيمة الـ X والـ Y اللي أنا طلعتها. أنا عندي الـ Y كابيتال حساوي إنه Y small ناقص واحد، والـ X كابيتال هي X small، لأن طلعت لي أنا حسب الفرضية من حوتي هوموجينيوس صارت عندي قيم X كابيتال و Y كابيتال، فلازم أرجعها حسب المعادلة الأصلية هي قيمة الـ small Y small و X small، فأرجع أعوض المعادلات اللي طلعتها تمثل لي y small و x small حسب الفرضية الأصلية، بالتالي حصل على المعادلة النهائية. أما في حالة كان عندي أنه determination أو determinant يساوي صفر، نأخذ كمثال dy على dx يساوي أن x زائد y زائد 1 على 2x زائد 2y زائد 3. هنا semi homogeneous حسب المعادلة، احسب الديترمينات نفس الطريقه اللي اعزل الاكس والواي واحد اللي هو هذا الحد حتى احسب الديترمينات مالتهم، طلع لي الديترمينات يساوي صفر. فهنا انا حاجي افرض فرضيه انه الزد تساوي لنا اكس زائد واي، واشتق الزد بالنسبه للاكس فتساوي دي زد على دي اكس يساوي لنا واحد زائد دي واي على دي اكس، والدي واي على دي اكس اطلعها بنفس المعادله وتساوي لنا دي زد على دي اكس ناقص واحد. اذا انا عندي الزد تمثل لي هذه هنا اللي هي الاكس زائد واي، والدي واي على دي اكس هي هذا الحد، ارجع اعوضها بالمعادلة الاصلية، يعني كل x زائد y هي تمثل لي الزيت، والدي y على دي x هي dz على dx ناقص واحد، فصار عندي المعادلة dz على dx ناقص واحد يساوي ان z زائد واحد على 2z زائد 3. هنا افصلها وارجع اوحد مقامات بين الطرفين حتى احصل على dz على dx يساوي ان 3z زائد 4 على 2z زائد 3. هنا تنحل بطرق التكامل الاعتيادية اللي الطرق القديمة، هاي هوم ورك عليكم. الطريقة الرابعة يسموها طريقة الانتجرال ميثود او اللينير ديفرنشال اكويجين، هنا معادلتها هي تمثل لي دي واي على دي اكس يساوي لنا بي اكس واي ويساوي او زائد بي اكس واي يساوي لنا كيو للاكس، والانتجريشن فاكتور او نقدر نمثله بار يساوي لنا اكسبوننشال سالب بي او عفوا اكسبوننشال بي الاكس دي للاكس. ناخذ كمثال حتى نفهم الطريقه، اكس دي واي اي دي اكس زائد 2 واي يساوي لنا اكس تربيع. هنا نقسم المعادله كلها على اكس لانه لازم هذا الحاد او يساوي لنا نفس هاي المعادله، يعني المعادله كلها لازم تشابهها بالمعادله مال او القانون مال الانتجرال ميثود، بالتالي من اقسمها على x حصير dy على dx زائد 2 على x الواي يساوي لنا x. هنا 2 على الاكس هي حتمثل لي b للاكس، ولهذا الطرف الاخير هو حيمثل لي q للاكس. اذا حاجي اطلع الانتجريشن فاكتور اللي هو يمثل لي r ويساوي اكسبوننشال تكامل bx d للاكس. الb للاكس هي 2 على x، من اريد اكملها اطلع الاثنين برا حيصير لين الاكس، حسب قوانين لين حرفعها الى قوة فحصير لين اكس تربيع، وهي الاكسبوننشال اللين وهي الاكسبوننشال طار فبقى عندي اكس تربيع. اذا الار او الانتجريشن فاكتور يساوي لنا اكس تربيع.
هنا عندنا الحال طريقتين. الطريقة الأولى أما أضرب مباشرة بالانتجريشن فاكتور، أضربه بالمعادلة دي واي على دي اكس زائد 2 على اكس واي يساوي اكس، فصار عندي المعادلة اكس تربيع دي واي على دي اكس زائد 2 اكس واي يساوي اكس تكعيب، وارجع أكامل. أو هذه هي separation by variables، أو العفو اللي يتمثل لي حاصل ضرب دالتين، أرجعها للحالتها الأصلية اللي هي دي على دي اكس اكس تربيع واي تساوي لي تكامل اكس تكعيب. فهذا التكامل ويا المشتقة يحذف، فصار عندي اكس تربيع واي يساوي لنا تكامل اكس تكعيب على 3 هي اكس اكس اس 4 على 4 زائد سي، بالتالي ححصل على معادلة للواي تساوي لنا هذا الحد. او اقدر كخطوة ثانية اقول انه الار اللي هي انتجريشن فاكتور من احسبه طريقة الاكسبوننشال تكامل بي للاكس دي للاكس، اقدر اقول مباشرة واي تساوي لنا واحد على ار في تكامل ار في كيو للاكس دي للاكس زائد سي. هذه معادلة ممكن انا استخدمها لطلع الواي مباشرة بدون ما امر بهذه الخطوة، مجرد اطلع الار واعوضها بهذه المعادلة، الار عندنا انحسبت، الكيو اكس عندنا، مجرد اضيف السي وارجع اضرب الار في الكيو اكس واكاملها لهذه الخطوة حتى احصل على الواي. هذه كخطوة ثانية اضافة للخطوة الاولى. المعادلة او الطريقة الرابعة او العفو الخامسة اللي هي تمثل برنولي اكويجين. المعادلة العامة لبرنولي اكويجين هي دي واي على دي اكس زائد بي اكس الواي يساوينا كيو اكس واي اس ان. هنا اذا تلاحظون هو واي اس ان، هنا الان لازم تكون اكبر من واحد حتى تطبق معادلة برنولي. يعني اذا حصلنا معادلة طلعت الان اكبر من واحد فهي تمثل برنولي اكويجين. زين، اذا طلعت الان تساوي صفر فترجع المعادلة خطية لينير اللي الطريقة العادية اللي طريقة الانتجريشن فاكتور، واذا الان تساوي واحد فهنا يمكن عن طريق حلها بطريقة فصل المتغيرات الى separation method. كبرنولي اكويجين ناخذ مثال حتى نعرف شلون نحل المعادلة دي واي على دي اكس زائد اكس الواي يساوي لنا اكس تربيع واي تكعيب. دي واي على دي اكس يساوي لنا اكس واي ويساوي لنا اكس تربيع واي تكعيب. هنا هم عندنا طريقتين للحل. الطريقة الأولى أنه أضرب y أس سالب 3 مباشرة حتى أحصل على هذا الطرف اللي هو يمثل لي y أس سالب 3 dy على dx زائد x ال y سالب 2 يساوي x تربيع. أو الطريقة الثانية مباشرة أقول أني z تساوي y أس 1 ناقص n اللي هي الان الموجودة حسب الواي. يعني هنا عندي الان تساوي 3 فالزد حساوي لنا واي والسالب 2، يعني حصل 1 ناقص 3 وحساوي سالب 2. بعدها من طلعت الزد اللي طلعت لي واي والسالب 2 حقول اطلع دي زد على دي للاكس ويساوي هشتقها الواي بالنسبة للاكس حتمثل لي سالب 2 واي والسالب 3 دي للواي على دي للاكس. هذا الحد اللي هي حيمثل لي دي زد على دي اكس مباشرة اقدر اقول منه حطلع الدي واي على الدي اكس اللي احنا نحتاجها بالمعادلة، ارجع اعوضها بالمعادلة الاصلية مالتي اللي يتمثل لي هذه، ارجع اعوض الدي واي على دي اكس فتمثل لي سالب 2 y سالب 3 زائد x ال y يساوي x تربيع y تكعيب. بعدها احنا نرجع مثل ما قلنا انه dy على dx لازم يكون مستقل ما بي اي coefficient بصفه، فمجرد اضرب المعادلة في اللي هاي هتمثل سالب 2 على y تكعيب، فاضرب المعادلة في سالب y تكعيب على 2، يعني الحد كله او المعادله كلها اضربها بهذا الفاكتور حتى اتخلص من الفاكتور او الكوفيشنت الموجود بصف المعادله، بالتالي راح احصل على المعادله النهائيه اللي هي تمثل لي هذه المعادله.
هنا أنا مباشرة من طلعت لهذه المعادلة أقدر أرجع أحلها بطريقة ال integration factor أو طريقة اللينير. هم أرجع أطلع ال integration factor اللي هو مثل قلنا ال r، وأطلع ال b ال x وال q ال x، وأرجع أوضها بالمعادلة اللي أنا أحصل على الخطوة أو الناتج النهائي.